هل ده صح ولا غلط؟ يعني مثلا انا كإمام مختار شايفاه غلط، ممكن حد تاني يقول لك لا انا احب الوضوح من بداية العلاقة واعرف كل كبيرة وصغيرة عن البنت اللي انا هرتبط بيها. هنعرف اكتر وهنعرف ايه الحاجات المحاذير وايه الصح وايه الغلط وايه الحاجات الصحيه وايه الحاجات المرضيه والمفروض اعمل ايه وما اعملش ايه. هيكون معايا ضيفي اللي هيكون معايا في الاستوديو استشاري العلاقات الاسريه الاستاذ حسام صالح. لكن قبل ما نروح لاستاذ حسام هيكون معايا ضيفي اللي من خلال التليفون الكاتب كيرو راجي، ويمكن كان معانا كمان اكتر من مره في برنامجنا، وهو عنده كتب كتير جدا في العلاقات والمشاكل اللي بتحصل جوه العلاقات. يا كيرو مساء الفل. مساء الفل يا ايمان، ازيك يا كيرو؟ إيه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام، مبسوط ان انا معاك النهارده. انا كمان والله، احنا دايما متعودين مع يعني متعودين عليك معانا في اي حاجه على التليفون في الاستوديو. ان شاء الله. عايز اعرف منك بقى يا كيرو، انا عارفه دايما ليك اراء حلوه وكتاباتك بنستفيد بيها. أشكرك. الراجل والست المتجوزين ينفع يكون في بينهم اسرار؟ طيب مبدئيا كده انا عايز احييكي على المقدمه واسقف لك بصراحه قدام الناس. يلا سقفني. بصراحه يعني انا كنت قاعد بجد مستمتع جدا. ربنا يخليك. علشان حسيت قد ايه في توازن، ده بجد والله مش عشان انا معاكي دلوقتي ولا اي حاجه، بس حسيت انه في توازن وفي عقلانيه وفي تقدير وخبره لايه اللي ينفع لمجتمعنا وايه اللي ما ينفعش. الحمد لله. خلينا في الاول كده نحط قاعده، تمام؟ انه الجواز او علاقه الجواز تحديدا السليمه الصحيه لازم تكون مبنيه على الصراحه والوضوح. بس هختلف من كلامك بقى انها لازم اعرف اقول ايه وما اقولش ايه. ايوه. وامتى يعني زي ما انت كنت بتتكلمي على الخطوبه كده، في حاجات مش هيفيدوا ولا يدوروا انهم يعرفوهاش. بالظبط. ممكن يعرفها قدام لما نخش في مرحله اعمق من العلاقه، لانه ساعات في بدايه العلاقه زي ما انت قلت كده لما بتدي له كل المعلومات بيبدا عقله يروح ويجيب ويودي. راجل وست على فكره. ايوه انا قلت الاثنين. طبيعه مجتمعنا. ايوه بالظبط. طبيعه مجتمعنا. لكن زي ما علاقة الجواز زي ما قلنا مبنية على الصراحة والوضوح، هي كمان مبنية على الاحترام المتبادل للحدود الشخصية. تمام. زي ما انت برضو قلت في المقدمة انه علاقة الجواز فيها حدود شخصية، وده بيتحدد حسب نضج الشخصين في العلاقة. صح. اكتر علاقات جواز بتبوظ هي العلاقة اللي مبقاش فيها حدود من الاول وتبقى كل حاجة سداح مداح بلدي كده سايحة. ايوه. محدش عارف في اخره فين، هو طريقة الكلام دي اهانة ولا مش اهانة؟ صح. هو انا لما افتش في موبايله ده عيب ولا مش عيب؟ صح ولا غلط؟ حقي ولا مش حقي؟ كله سايح في بعض. وخلينا نتكلم في موضوع اللي انت قلتيه بتاع ايه اقول ايه وما اقولش ايه او ايه الاخطاء. يعني هل من الصح ان انا كبنت لسه في بدايه الارتباط احكي له عن كانت علاقه سابقه في حياتي؟ يعني قبل الجواز؟ قبل الجواز على حسب برضه، لو لسه بيتعرفوا مش المفروض يبقى مش المفروض كل المعلومات متاحه دي. طب انا بعد كده لو قلت له ما طلعش كدابه، ما طلعش ان انا بخبي عنه حاجات، فانت كده مش سليمه، في حاجه غلط. لا هي مش محتاجه تكذب. يعني هو لو سال اوكي اوريدي كان في علاقه مثلا خطوبه قبل الناس، فهي هتقول انها كانت مخطوبه، دي مش حاجه تتدارى. لكن في تفاصيل جوه العلاقه دي مش لازم يعرفها من الاول، ومش لازم اكون بكذب ما دام مش هقولها. لكن لما يبدا يجي البيت ويتقدم ويبقى خلاص اتخطبنا، فاكيد هيبقى عايز مساحه اكبر ان هو يفهم او هي تفهم بالظبط ايه اللي حصل. بس ما يقعش بقى في الغلطه اللي انت قلتيها، بالذات لو ست يعني وراجل. أيوة. ما يكلمش نفسه كده ترتيب اهالي. أيوة. تقول انا كنت بحبها قوي. ايوه انا بشوف بنات بتقول له ايه ده كسرني، ده انا قعدت 3 سنين بنحب بعض، ده وهو بقى يا عيني يفضل يغلي ودماغه تشتغل وانا ضحيت. وبرضه انا مش شايفه ان ده صح ان انا ضحيت وعديت وما جابليش الشبكه وقلت ماشي. طب ما انت بتدي له كده، بتفرشي له السجاده اللي هو تعالى دوس على وشي عادي، ما هو قبليك داس على وشي عادي. اتفق معاكي جدا. فالحاجات دي اعتقد ان ما ينفعش نحكي تفاصيل التفاصيل، لان انا هغير. هو لو جه قال لي انا كنت اعرف واحده قبليكي كنت بموت فيها، خلاص انا مش شايفه بقى اي حاجه هيقولها بعديها. بقى قول اي حاجه انا مش سامعه، خلاص انا مركزه ان الست دي اتحبت قوي فانا اكيد مش هتحب زيها، فخلاص بيبقى فيه وسواس جوايا. صح. عشان كده هو الوضوح والصراحه ده مش معناه ان احنا ما نفلترش هنقول ايه وما نقولش ايه. يعني في فرق بين ان نخبي المعلومه او راجل يقول ما كانش ان هو ما كانش خاطب مثلا، وبين ان كنت خاطب بس مش لازم يضيف معلومه ان انا كنت بحبها قوي او اتعلقت بيها قوي او كان بيحصل بينا كده او قعدنا مثلا سنين. دي معلومات مش حسيتها في حاجه يعني.
ايوه ما تجودش يا بابا، يعني عايزين نقول له ما تجودش يا حبيبي، مش لازم تجود. يعني قول المعلومه وخلاص، يعني انت معايا في الحته دي. اه جدا. طب هل في حاجه تانية محاذير انا ما ينفعش اتكلم فيها ولازم يبقى ليا خصوصيه فيها؟ في علاقه الجواز ولا قبل قبل الجواز؟ يعني احنا خلاص قلنا قبل، بعد الجواز ايه الخصوصيه يعني سريعا كده اللي لازم الست تحافظ على كذا والراجل يحافظ على كذا؟ طيب مبدئيا انا بشوف انه في ثلاث انواع من الاسرار. في اسرار متعلقه بالعلاقه نفسها، بمعنى ان لو انا خبيتها في ضرر هيقع على الشريك الثاني. ابسط مثال لده الراجل اللي بيقرر يروح يتجوز على مراته. تمام. ده مترتب عليه حاجات معينه ممكن تهد البيت والاسره وتضر الست. أيوة. في نوع تاني من الاسرار بتخص الشخص نفسه. اللي هو مثلا علاقه الشخص سر من صاحبتها او من اهلها. دي مش هيضر العلاقه في حاجه لو هو ما اتقالش. وفي سر تاني اللي هو الاسرار بين الزوجين نفسه. ده بقى هو الاخطر لو خرج بره، وللاسف دي حاجه منتشره قوي في مجتمعنا. اجي اشتكي اروح مطلعه كل اللي في قلبي، كل اسرار جوزي اقولها في في المشاكل. دي مصيبه سودة. وبعديها اتكسف بقى، ببصله كده وانا ازاي طلعت كل الكلام ده، فبيبقى الدنيا بقى خلاص بتبقى في شيل بقى، هو بيشيل. او ان انا اقول اسرار هو مش لازم يعرفها، وممكن تعمل مشاكل وممكن تضايقه او ممكن تضايقها، وفي نفس الوقت ده مش معناها ان انا خبيت. وخلي بالك كمان، يعني عايز اقول حاجه اخيره، تمام، انه دايما الاسرار اللي بيبقى فيها ضرر للطرف الاخر سبحان الله بيجي في لحظه ويتشال عنها الستر فبتتعرف. سبحان الله، فعلا فعلا. يعني تلاقي ست كده بتقول لك انا ببقى قاعده كل اسراره وبلاويه بتجيلي عشان احنا بركه. ايوه. صح، يعني الواحد برضو المفروض يبقى بيراعي اسرار شريك حياته سواء ست او راجل، يعني بتدي صبغه كده من الاحترام، ان هو بيقدرني ان انا ما بطلعش اسراره بره، بيقدرني وبيحترمني اكتر حتى مهما حصل، بيشل الحته الحلوه دي ان هي ما طلعتش طبعا كل اسراري بره. طبعا. بشكرك طبعا جدا الكاتب الجميل كيرو راجي، ميرسي جدا يا كيرو، نورتنا في يحكى عنا.